نحن الآن في المزرعة التعليمية بجامعة الملك سعود، وهذه المزرعة يجربون بها الأشجار التي تنجح في مدينة الرياض وفي المناطق الصحراوية. هذا الزيتون كما نشاهد وقد نجح وأخرج، وهي تنمو بشكل ممتاز وذات إخضرار جميل جدا. هذه الزيتون كما نشاهد هنا، ما شاء الله لا إله إلا الله، نجحت بالرياض وهي جميلة. وهذه أشجار الجوافة، في بعضهم يقول الجوافة تموت عندنا ما تصلح، لا تحيا لكن يبي لك عناية وزراعة. شوفوا ما شاء الله الجوافة ولا مخرجة ثمار، يعني ممكن نشوف الثمرة هنا. شوفوا يا أخوان هذه الثمرة، هذه ثمار الجوافة بس ما بعد استوت شوية يبي لها وقت. هذه الجوافة طبعا مفيدة، فوائد كثيرة جدا ونجحت نجاح هائل. وهذه أشجار الجوافة، والتربة هنا ممتازة طبعا، كل اللي يشتغلون هنا مهندسين زراعيين. هذه أشجار الجوافة المنوعة، يا ليت لو نزرعها بالبيوت بالرياض أفضل من بعض الأشجار المدمرة. طبعا هذه بعض الأشجار الحمضيات كما نشاهد هنا، وناجحة الحمضيات بالرياض وأخرجت ثمار مثل ما احنا شايفين الآن. الليمون شوفوا يا أخوان، هذا يسمونه الليمون الحلو، طبعا طعمه حلو من داخل. هذا هو أمامكم، أي واحد ما أدري في بعضهم إلى الآن معقد يقول الرياض يسقط ولا ينجح فيها لا حمضيات ولا جوافة ولا عنب ولا إلى آخره، لا ينجح لكن يبي لك عناية، فقط عناية. وشوفوا هذه الثمار ما شاء الله لا إله إلا الله، الله يبارك إن شاء الله في ثروتنا الزراعية والحيوانية والاقتصادية وكل شيء. هذا هو الأشجار، وكما تشوفون الثمار حمضيات من أحسن ما يكون. خلينا نشوف المزرعة ما شاء الله، هنا نشوف الجوافة بكثرة. في البديعة زرعت المانجا في البديعة حي بالرياض ونجحت وأنا شفتها، لكنها صغيرة عاد بالحجم شوي. وهذا يا جماعة اليوسف فندي، طبعا الآن نحن في وقت ليس وقت الحمضيات، لكن مثل ما احنا شايفين اليوسف فندي هنا طالع، لو يعني يبي له شهر شهرين كذا لين تبرعم الأشجار الحمضيات. هذه الجوافة ما شاء الله عملاقة، وفيها ميزة الجوافة، الجذع حقها ممتاز مرة مثل ما احنا شايفين يا اخوان، جذعها ممتاز والأرض هنا رطبة جميلة جدا، يعني الجو هنا عليل ما شاء الله. هذه يا جماعة الترنج شوفوه متساقط في الأرض، نحمد الله على هالنعمة. هذه الترنج شوفوه تساقط أكثر بالأرض عشان الهبايب، وهذه ثمرة الترنج، شجرة الترنج طبعا مفيد الترنج بالممتاز. وهذه واحدة من الثمار نشوفها ما شاء الله لا إله إلا الله، هذه أشجار الحمضيات. هذا الليمون أبو زهيرة، الليمون الصغير بس ما بعد أطلع، ما هو بوقته هذا الآن. هذه بعض أشجار البرتقال ما احنا شايفين، هذا اليوسف فندي بس ما بعد أطلع إلى الآن، ما بعد أخرج، يعني يبي له مثل ما قلنا قبل شوي شهرين كذا ما شاء الله لا إله إلا الله. يا جماعة ازرعوا الحمضيات، ازرعوا أشجار أحسن من أشجار الكرفس وبعض الأشجار المدمرة، هي والله دمرت حتى شوارعنا ودمرت كل شيء. شجرة تثمر أفضل و2000 مرة من شجرة لا تثمر. هذا الليمون الحلو بكثرة هنا ومنظرها ولا فيها أحسن منه. هذه ما شاء الله الحمضيات، نحن في بستان ضخم من الحمضيات. وهذه ما شاء الله سدرة العبري الصيني كبير الحجم كذا، يعني حجمه كذا ممتاز جدا وناجح. بعض الحمضيات الصغار يضعون عليها هذا الشبك أو الخيش
من اجل عشان الحراره في وقت الصيف، تعرفون الرياض حار مره. وطبعا اذا حطوا هذا الشيء ينجح نجاح جميل جدا، بعدها عاد يشيلون ويرفعون هذا اذا قويه الشجره. ما شاء الله شوفوا يا جماعه حجم الترنجه ذي، شوفوا مقارنه بيدي، مصيبه ذي ما شاء الله، لا اله الا الله. بعد ما بعد استويت، وهذه ما شاء الله مستويه هنا هذه الترنجه، شوفوا مقارنه باليد، هذه كلها حمضيات وترنج. هذا برتقال بس ما بعد اطلع الى الان، رهيب منظر البرتقال، ورقه كبير مره. نشاهد هنا فيها اشجار الموز يقومون بزراعتها لكي تنجح ان شاء الله في المواسم القادمه. هذه طبعا حاطين عليها نفس القصه اللي قبل شوي قلت لكم، الشبكه عشان يخفف من حراره الشمس، عندنا شمس بالصيف مصيبه. هذا اشجار الموز يا جماعه، ونجح في مدينة الرياض وذو منظر رهيب جدا، بس ما بعد اطلع لان هذا ما هو بوقته، جاي بوقت غريب. عليها اوراق جميلة جدا كالمظلة مثل ما احنا شايفين، شو اوراق جمالها يا جماعة. هذه اشجار الموز في المزرعة التعليمية في جامعة الملك سعود. الله يبارك بشبابنا، ايه كذا الشباب، كذا المهندسين الزراعيين اللي كل شوي يجيبون شيء جديد يستحسن يزرعونه وينجح ويحاولون، وذا افضل من اللي نايمين بالبيوت او افضل من اللي ما يشتغلون. البركه بالشباب يا جماعه، والله هي البركه بالشباب بكل المجالات ليس فقط الزراعه. هذا العنب طبعا الان زرعوه كما نشاهد، لكن احنا الان في يعني بقى على العنب مثل ما تقول شهر شهرين لين يخرج اوراق جديده. شوف الآن بدأ يبرعم هذا العنب كما نشاهده هنا، متسلق جيد جدا، بس بقى عليه شهر كذا شهرين لين يروح موسم الشتاء اللي نحن فيه الآن، ثم يخرج العنب ثماره. هذا العنب في مدينة الرياض متسلق جيد جدا بل ممتاز، ويصلح تحطه كأنه مظلة كذا في الأعلى. يا سلام أشجار الموز، نطلع شوي. لكن في شجرة دمرت الرياض، هذه الشجرة، هذه الشجرة الكرفس، شوفوا يا جماعة هذه أخطر شجرة في مدينة الرياض. مشكلة كلهم أكثر الرياض مزروع من هذه الأشجار، وهذه مدمرة مدمرة بل مخربة لكل شيء. هذه الشجرة إن أنصحكم نصيحة لا أحد يزرعها، تسبب حساسية، تكسر البيوت. شايفين ورقها زين، تراها بريال او بنص ريال بالجمله، صغيره بعدين تكبر، وشوفوا حتى ما لها غصن واحد طلع لك كذا غصن، مصيبه ولا فيها منظر ابد، وفيها غبار وتسبب حساسيه، اي شجره تحتها تموت. ليه؟ لانها تتساقط 24 ساعه، ما في شجره ما تتساقط، لكن هذه تساقطها غير شكل على طول. شوفوا يا جماعه هذا تتساقط مثل هذا، بعد مده عاد ينطحن ثم يصير مثل الرمل كذا، اي شجره تحته يدمرها، يسبب حساسيه، حتى مليان شوفوا يدي من غبار كله. هذه الشجره يا جماعه انتبهوا تزرعونها في الرياض، المشكله البلديه زرعتها بكثره في الشوارع، غلط. ازين ما بالشجره هذه انها تقصص فقط، لا يعني لا تطول، اهم شيء لا تطول، اذا طالت مصيبه. وعروقها هذه قويه مره، تصل حتى المجاري، تصل حتى الخزانات، تكسر عليك الخزان، واحد يقول والله والله انها واصله فتاشه المطبخ. الشجره ذي احذركم وانصحكم، كنت سويت فيلم عنها، احذركم وانصحكم عنها، انتبهوا يا جماعه منها. لا يغركم السعر، انت زرع حبيتك يعني شيء جميل جدا، هذا بيتك مو هو اي شيء، ازرع شجره صح تستاهل. مشكله حتى جامعه الملك سعود كليه الزراعه زارعينها. لكن وضعين بينه وبين هذا الشبكة. وهذا الزيتون الجديد، وهذا اللوز يسمونه اللوز الحساوي بس صغير زارعينها الان، وهذا البرشوم نجح بالرياض نجاح جميل جدا، البرشوم او ما يسمى بالتين او الصبار او التين الشوكي، وسوينا عنه فيلم بعد. في نهاية المطاف يا اخوان لا يسعني إلا أن أشكركم على طيب المتابعة
واعذرونا ان حصل فيلمنا خطا او تقصير، والله ما وضعنا هذا الفيلم الا للتوعيه، ونبشركم ان فيه كل شيء ينجح بالرياض، وهذا الشيء جميل جدا. طبعا هذا الرمان نسينا نتكلم عنه، لكن الان في فصل الشتاء سبحان الله هو التوت يتساقط اوراقه تماما ثم يبرعم مثل ما احنا شايفين هنا، البراعم بدات تظهر. اذا قرب الصيف خرجت الاوراق، والذي يشاهدها يحسبها انها ميته. هي ليست ميته، لكن هذا الوقت سبحان الله تتساقط اوراقها بالكامله.